عين عريك بلدة قديمة من الأبنية الموجودة فيها، الكنيسة قديمة، منطقة اسمها الحوش اللي هو البلد القديم، كلها دور قديمة بنى روماني وقبل الرومان، يعني من معالمها التاريخية توحي إنها بلدة قديمة. المسجد أعيد بناء أو ترميمه، يعني هو كان قديم، المسجد قديم جدا، أعيد بناء، انهدم وانبنى محله جديد، يعني إعادة بناء سنة 2001، لكن هو مسجد قديم. إحنا عند العين التحتة واضح من تسميتها، لأن في العين الثانية اللي على بعد 300 متر إلى الشرق، منها العين الفوق اللي لها اسم ثاني عين الجامع، لأنها قرب الجامع بجوار الجامع مباشرة. إحنا عند العين التحتة، طبعاً العين الفوق والعين التحتة اللي في عين عريك بغذوا مساحة تقريباً 60 دونم سكي. إحنا معروف إنه في الزراعة في فلسطين تعتمد 70% إذا مش أكثر على الزراعة البعلية، وقبل عام 1917 يعني قبل الحرب العالمية الأولى كانت عين عريك تشتهر بمنتوج الرمان. كانوا وين يبيعوه؟ كانوا يبيعوه في الرملة، يحملوا دوابهم العصر ويمشوا من هان، يصلوا قبل الفجر في الرملة ويبيعوه. العين التحتة بتغذي ثلاث قنوات هي بدها تسقي هاي الأرض، قناة حبايل الشقيع على اليمين هيك مسماها، قناة أبو القوص على الشمال اللي اليوم شارع هون وشارع هون، وكان في النص الواد. حاليا وقبل الرومان تجد انه في ارض بتشرب، ارض سكي، وارض بتشربش، يعني انا الي 100 متر مثلا في لهم مي، وانت جنبي ما لهنش مي بتشربش. انا اجتهد واقول انه سبب انه في ارض بتشرب وارض بتشربش انه القدامى بالخبره مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وجدوا إنه المية في هالنبعين كافية بس لهاي الأرض، خصوصاً إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه هذه شجرة في شهر 7 و8 بحاجة لمي، خصوصاً ما كانش مزروع الحمضيات، الحمضيات هي الشجرة اللي بدها مي كثير، لا يعني حديثاً بعد 48 دخلت شجرة الليمون والبرتقال وهاي الأشجار على الواد. لحد قبل الهجرة قلنا يعني قبل 48 كانوا محصول الرمان ينباع في الرملة، بعد 48 توجهوا لحسبة وادي الجوز وللمخيمات كالانديا والأمعري والجلزون، لأنه إخواننا اللاجئين هذول اللي أجوا، يعني قبل ليش كانوا يبيعوها في الرملة؟ لأنه الرملة مدينة، لأن احنا حوالينا حتى رام الله كانت قبل 48 عبارة عن قرية زراعية وريف، يمين بده يبيع الفلاح ما بيبيع لفلاح زيه، إنما ببيع لواحد مدني ما بزرعش. لكن بعد الهجرة إخواننا اللاجئين اللي خرجوا من أرضهم وما بزرعوا وعاشوا في هاي البلاد توجه السوق نحو وادي الجوز وبعدين للأمعري وكالانديا واستمرت. هذه النبعة طبعاً إحنا عين عريك أجتها المي سنة 2004، الكهرباء 1984 والمية في 2004. قبل ما أجت المي كيف كانوا يشربوا الناس، كيف كانوا يغسلوا، كيف كانوا يتحمموا؟ كان في عنا عادة موجودة إنه بملوا من العين، النسوان بيحملوا جلان على روسهم وبملوا، بعض البيوت البعيدة كانت عندها دوب يملوا على الدوب، وكانوا يأخذوا الغسيل، يعني العين التحتة كانت مشهورة تقدر تقول حتى الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الأولى خلقت حالة خوف عند الناس وبطلن البنات ينزلن، كانوا يجيبوا الغسيل ويغسلوه على العين. يعني هذه العين التحتة كنت تلاقي الجدران اللي بسموها بالعامية السياجات، الجدار تبع الأرض اللي هون حالياً كلها بطون ما شاء الله وحديد، قبل كانت من أغصان الشجر، يحطوا عليها الغسيل يغسلوه ويشروه ينشفوا وروحوا على البيت. إضافة إلى ذلك هذه العين كونها بعيدة شوي عن البلد كانت مورد للدوب للغنم، عين عليك ما كانش فيها بقر كثير لكن كان فيها رعوات غنم، يعني هذه اللي بسموها العقدة، كانوا الغنم يوردوا روحوا على العشرة ويظلوا للعصر تيصرحوا ويصفهان، يعني كان عين عريك فيها رعوات غنم بجوز 500-600 راس غنم كلهم يجي يشربوا من هذه العين. هذه العين نحكي قديما يعني قبل 1917 كانت تقف على طريق من هان على صفة تنزل على اللد، طريق للجيش العثماني،
وبتكمل من هنا وبتطلع على الدير على الخبطة مشان تروح على بتونيا ورام الله. يعني لما بنقول إنها على طريق عسكرية في هذاك الوقت، خصوصاً كانت عربات الخيل قبل ما صارت السيارات، كانت تمر من هنا. وللعلم في طريق كل عنعريق في 63 أجتها المساحة، مسحوا كل الطرق أو غالبية الطرق 3 متر، إلا هذا الطريق اللي بتنزل من هون على صفة طريق وادي الغنم عملوها 4 متر. فهذه العين باختصار عين قديمة جداً، في عهد الانتداب البريطاني أجوا رمموها، عملوا الجدار الغربي إلها بطون، النبع من الأرض بيطلع بخلاف العين الفوكة من أعلى، هذه من الأرض، بمعنى إنه أي ملوث أي طمم بيجي أي وسخ بيأثر عليها. فعملوا الجدار الغربي بطون، والجدار الشرقي عملوه بس حجار بدون بطون، وكأنهم رأوا، أنا هذ بحلل، إنه المية بتخرج منها. حالياً العين بسبب الحضارة اللي صارت تقدر تقول شبه مهجورة، يعني أولاً حالياً تنشربش ميتها، لاحظ إنها أوطى من الشارع، يعني فيش تاكل مية الشارع، وهذا ربما خلل في عملها. الصح إن مية الشارع ما تنزل على المدخل وتلوثة، حالياً مية الشارع اللي بتنزل فيشتا السيارات وغيره الدواب كلها بتنزل على نبع أو فتحة نبع العين. أهم مشروع إنه أجانا مشروع من جمعية تحولت، كانت قنوات بطون أولها كانت تراب، كيف بدنا نسكي الأرض هذه؟ نمشي المي في قناة تراب، بتعرف في الصيف التراب ناشف قديش بروح هدر للمي. عملوا في السبعينات قنوات بطون، طبعا بدها هذه الصيانة ومكشوفة بتتوسخ وإشي. الكريتاس يعني في 93 في 95 أجا مشروع، حطينا برابيج خطوط بلاستيك 3 إنش في هاي القنوات، هذا أهم مشروع. أجا موضوع مشاريع حدائق منزلية، بتعرف الإغاثة الزراعية يعني قدمت، زي ما قلت لك احنا عملنا كالجمعية عين عريق التعاونية الزراعية بيت بلاستيك، عملنا مشروع. لكن زي ما قلت لك احنا المشاريع الزراعية حقيقة عين عريق لم تحظى بمشاريع ذات اهتمام. يعني انا قدمت في يوم من الايام كرئيس للجمعية، قدمنا ابار جمع مي. يعني انا عندي هنا مثلا منطقة الواد هذه بامكاني إذا بيمولون، حتى عملنا دراسة للمشروع بحدود $70,000 على أساس إنه نعمل خزان مي في الأرض، إنه هالمية مي تشتى نجمعها شوي. صاروا يقولوا لك إنه في مناطق سي اليهود بيمنعوا أو إشي، طب أنا هنا في داخل البلد، يعني زي ما أنا جيت عملت جسر وبركة صغيرة، لو هذه البركة بدل ما هي صغيرة بركة كبيرة، كل 100 متر في منطقة الوادي عملنا بركة. عين عريق حقيقة بحاجة إلى دعم مشاريع، وأنا بتصور إنه إذا دعمنا دعم حقيقي في توجه، بدل ما أروح يعني السيدات مثلاً اللي بيشتغلوا في محلات وفي نوفيتي وشغلات بيشتغلوا برواتب زهيدة جداً، الزراعة هذه إذا حدا وقف لها وجبت يعني بنية تحتية صحيحة واشتغلوا. إحنا حالياً يعني نتوجه نحو عين عريق بيضها نظيفة تضمن 100% إنه الزراعة على مياه نظيفة بكفي. هذه إحنا نسكي البكدونس ونسكي الخيار ونسكي السبانخ مثلاً، أنت بتضمن شو وين بتنزرع شو نوع المي بكفي هذه الحسنة. بتظل شغلة واحدة إنه في الصيف مزار هاي المنطقة، إحنا محيطنا بتونيا مثلاً كلها إسكانات، هذولا بيلاقوا متنفسهم في عين عريق بيجوا على هالمي، خصوصا عندي منتزه ومسبح الأرض كلها خضرة. يعني تعال في شهر 3 أو في شهر 4 بتلاقي كثير ناس جايين سياحة. يعني عين عريق لو إنه في مشاريع سياحية حدا يدعمها، منتزهات عامة بتصير منتزهات جيدة. أما إحنا زي ما قلت لك إحنا بنعيش حالة من إنه حالياً انت اي شغل بدك تشتغله بدك تطول من جيبك، دخل الناس محدود، امكاناتهم ضعيفه، فللاسف ما في حدا لا جهات رسميه ولا جهات شعبيه ولا على مستوى فردي معطي هذا الكنز، انا بعتبره كنز
إنه عين عريق موجود فيها هذول النبعين، إضافة إلى ينابيع صغيرة بعيدة كثيرة كمان.